يا كمال النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء. خديجة الكبرى فاطمة الزهراء كذا العظيمة آسيا ومريم العذراء عائشة وفضلها فضل الثريد على الغذاء خير نساء العالمين وفضلهم عم الورى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتكلم اليوم في سيرة سيدتنا وحبيبتنا وأمنا وأم جميع المؤمنين حبيبة رسول الله الدرة الغالية والجوهرة العظيمة النجم الساطع في سماء هذه الأمة الصفحة البيضاء في صفحات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة نساء العالم سيدتنا خديجة بنت خويلد مظهر الاصطفاء الرباني العجيب حيث اختارها الله أن تكون حبيبة رسول الله وزوجة رسول الله وأم أولاد رسول الله وأم بنات رسول الله وناصرته وأول من يؤمن به الصابرة التاجرة المثابرة المؤثرة العاقلة الفطنة الذكية عبقرية هذه الأمة صاحبة الفداء. قل ما تشاء في خديجة وأطنب في مدحها فأنا تبلغ مقامها ودرجتها عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نتلذذ بذكر ذكريات أخبار كمل النساء، فكيف أن يكون الواحد منا له صلة بهن وأن يراهم يوم القيامة. نسأل الله أن يجمعنا بهم في خير وعافية. سيدتنا خديجة بنت خويلد تلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في النسب عند قصي بن كلاب والمكنى المسمى بحكيم والمكنى بكلاب، فهي تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب. هي قرشية من أعز بيوت مكة، وكانت من بيوت بني أسد، وكان بيتها بيت أهلها أقرب بيت للكعبة، ما بينه وبين الكعبة إلا عدة أمتار، وكانت قد تربت في بيت عز وشرف وترف، فكان بيتها من أغنى بيوت مكة. ثم لما كبرت وشبت تهافت عليها شباب مكة فتزوجها هالة، ثم توفي عنها وتزوجها رجل آخر وفارقها، وكانت قد أنجبت ولدين، ثم بقيت سنوات عزفت نفسها ولم تجد لها كفأ من الرجال مع ما في مكة من أكفاء الرجال، واشتغلت بالتجارة، وكانت لحنكتها ولمهارتها وعقلها الواسع كانت عندها سعة استيعاب لطريقة التعامل مع الرجال، وكانت تسير القوافل وتضارب الرجال، أي أنها تعاملهم بالتجارة وبالمرابحة. وصارت تجارة خديجة من أكبر تجارات مكة، بل قد قال بعضهم في السير أن أموال خديجة كانت أكبر أموال، يعني أكبر رأس مال في مكة كان مال خديجة. ومرت بها سنوات ثم سمعت بأخبار تأتي من هنا وهناك. هي سيدتنا خديجة أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة، وكانت قد عرفت ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت على صلة بذلك البيت الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم وأمه آمنة، وتعرف أخبار الولادة العجيبة،
وكانت سيدتنا خديجة من الأشياء التي ربما لا يعرفها كثير من الناس، أن سيدتنا خديجة في أيام الجاهلية قبل الإسلام لم تزني ولم تشرب الخمر، وكانت في قمة العفاف وفي قمة الشرف، وكانت هي وبعض قرابتها لهم اطلاع بملة سيدنا الخليل إبراهيم، وكان لهم اطلاع على الكتب السماوية، حيث كان ورقة بن نوفل ابن خالتها كان رجلا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب من الإنجيل، وكان أخبار التدين وعبادة الله موجود في بيتها، وكان عندها من الفطرة السليمة ما دفعها لأن تنبذ الأصنام، فلم يكن لها عبادة للأصنام ولم يعرف عنها شيء أنها عبدت أصنام ولا أنها مالت إليها. هذا كله من التسخير، هذه كلها من الإرهاصات المبكرة التي تدل على أن هذه المرأة لها مكانة ولها منزلة رفيعة وأنها تهيأ لشيء كبير. سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت عن ذلك الشاب محمد بن عبد الله الصادق الأمين الفتي النقي الطاهر الذي لا يعرف الكذب ولا يعرف الخيانة، وشمائله قد ضرب بها الأمثال، وقد عرفه الناس في مكة بكمال الشرف، فهو أرفع أهل مكة نسبا وأحسنهم حسبا وأشرقهم طلعة وأحسنهم خلقا وأأمنهم معاملة. فكانت بعد أن سمعت بهذا ورأت ذلك كله توقعت أو اشرأبت نفسها أن يكون لهذا الرجل أمر عظيم مقبل، خصوصا أن معها من الأخبار من أيام ولادته وما بعد ذلك من بعض الكلام الذي يدور، وكان يأتي لورقة بعض الناس فيتدارسون بعض أخبار نبي آخر الزمان، فكان هذا الأمر يدور حول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مبادئ الإرهاصات. فأرادت أن تتقرب منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكلمت عمه أبا طالب أن يطلب من محمد أن يعمل معها في التجارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يرعى غنما لأهل مكة، وذلك تأهيلا له صلى الله عليه وسلم لرعاية الأمم. سيدتنا خديجة كلمت عم النبي أبا طالب لأنه كان هو المرجع له، وكان عمه وكان كفيله من أيام طفولته، فجاء أبو طالب قال يا محمد إنه قد ثقل الأمر علينا وكثر الولد فينا، وكان فقير أبو طالب مع ما كان سيدا في مكة إلا أنه كان فقيرا من ناحية المال، ولم ينقصه المال مكانه ولا شرفه ومنزلته عند أهل مكة. المقصود أن سيدتنا خديجة طلبت من أبي طالب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإن خديجة تريد أن تعمل معها في التجارة، فلبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فعملت معه ثم بعثته إلى الشام في قافلة تجارية، وأرسلت معه ميسرة. وهنا نشير إلى عبقرية خديجة. سيدنا عمر بن الخطاب لما مرة شهد رجل لرجل قال له تعرفه؟ قال لا. قال نعم أعرفه جيدا. قال له هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال فاذهب فإنك لا تعرفه، فإنما يعرف الرجل بتعامل بالدينار والدرهم وفي السفر. كثير من الناس تشوفه ما شاء الله مظهره جميل أنيق لبق في التعامل، بس لو سافرت معه 3 أيام 4 أيام تكتشف أخلاقه، لو عاملته بالدينار والدرهم يطلع الحقيقة اللي داخل الإنسان، هذا تطلع بالدينار والدرهم يبين معدن الإنسان. سيدتنا خديجة من عقلها وفطنتها ومهارتها وعبقريتها ضربت عصفورين بحجر، مباشرة
أرادت أن تكتشف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرادت أن تكتشف هذا الرجل، وقد اشرأب عنقها له وطالت عينها إليه وتمنته، ولكن أرادت أن تتأكد، فأرسلته ومعه ميسرة في رحلة إلى الشام. ذهب ميسرة إلى الشام مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورأى العجب العجاب حيث لقي ذلك الراهب الذي بشر بأن هذا نبي آخر الزمان، وأن هذه الشجرة ما نزل تحتها إلا نبي. وكان ميسرة قد رأى الملائكة ملكين يضللون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورأى أكثر من هذه الكرامات، رأى أخلاق وصدق وأمانة وشيم وكرم لم يعرفه في البشر. فعادت القافلة من مكة وقد كثرت أرباحها، وهنا جاءت المرحلة الأخرى عند خديجة بنت خويلد، وهذا ما سنعرفه في حلقتنا القادمة، كيف كانت سيدتنا خديجة تتطلع للتقرب من حبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يكم ملا النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء، خديجة الكبرى فاطمة الزهراء، كذا العظيمة آسيا ومريم العذراء، عائشة وفضلها فضل الثريد على الغدا، خير نساء العالمين وفضلهم عم الورى، كانوا مثالا في العفاف، كانوا رموزا في الحياة، شموخ خير ناجهم نماذج كمل النساء، يكمل النساء.